من أكبر الأخطاء اللي كثير من المستثمرين العقاريين الجدد والقدامى بوقعوا فيها اللي هي عدم قدرتهم على توظيف واختيار الفريق المناسب اللي يساعدهم خلال رحلتهم العقارية. ببساطة الاستثمار العقاري نجاحه بنجاح الفريق الاستثمار اللي تتعامل معه، لأنك راح تتعامل مع المطور، راح تتعامل مع الوسيط، راح تتعامل مع المستأجر، وممكن يكون عندك مدير للعقار. بهمك تختار الفريق المناسب المؤهل اللي راح ينجح لك استثمارك العقاري. وفي كثير من الأسئلة لازم تسألهم عشان تعرف هل هذا الإنسان مؤهل يساعدك ولا لا. ولو حاب تعرف أكثر عن هذا الموضوع تواصل معي على أرقام الظاهرة تحت الآن، وخلينا نحكي بالعقار.